نموذج الفلسطيني في تشيلي السيدة كريمة الترزي. فلتتفضل مشكورة، أهلا وسهلا فيك. حاصلة على بكالوريوس في العلوم ودبلوم في التمريض، عملت كمدرسة وممرضة ومتطوعة. إحدى مميزاتها أنها متعددة اللغات من العربية للإنجليزية للإسبانية والفرنسية والعديد من اللغات أيضا. عملت في مركز نيويورك الصحي في الولايات المتحدة، وكان لها أثرا مميزا أثناء فترة عملها في منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق الوطني الفلسطيني، عضو مجلس إدارة هيركس كمدير تشغيل في مركز السمع والنطق في أمانة عمان الكبرى، بالإضافة لمؤسسة فلسطين الدولية، وعملت كمحررة في المجلة الملكية الأردنية. نموذج فلسطيني مشرف أينما كانت، فأدت العديد من الأعمال التطوعية الكثيرة في عدة مناطق مختلفة. النموذج الفلسطيني في تشيلي، دكتور كريمة الترزي.